خلينا نروح لمحافظة الغربية واللي بتشهد تنفيذ أكبر خطة لتطوير المناطق العشوائية بطنطا، واللي بتستهدف حاليا منطقة كندلية اللي بتعتبر واحدة من أكبر المناطق العشوائية الخطيرة. بجانب كده كمان محافظ الغربية أعلن عن خطة تنفيذ مواقف سيارات ذكية بالمحافظة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن هذه الخطة من دكتور طارق رحمي محافظ الغربية. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني لو حضرتك تطلعنا يا فندم عن خطه محافظه الغربيه للقضاء على العشوائيات والاماكن الخطره. وفي الحقيقه احنا عندنا في محافظه الغربيه يعني 37 منطقه عشوائيه، في اربعه منهم خطوره داهمه، منهم منطقه اللي حضرتك تفضلتي وذكرتيها اللي هي منطقه كندليه، والحمد لله بالتنسيق مع صندوق التطوير الحضاري قدرنا ان احنا نعمل سبع عمارات جديده بحوالي 168 وحده، وفيها كمان بعض المحلات عشان نوجد فرص عمل للي هيتنقلوا لهذا المكان حوالي 43 محل بتكلفه 55 مليون جنيه. منطقه كندلية دي بيسكنها 140 اسره، هننقلهم ان شاء الله الى السبع عمارات الجديده، هيكون عندهم اماكن يستطيعوا ان هم يعيشوا فيها حياه كريمه، حياه لائقه بيهم، وعندهم اماكن رزق، عندهم محلات ممكن يشتغلوا فيها، الى جانب ان بعضهم طبعا عنده موظفين في بعض المصالح الحكوميه الى اخره. لما كان همنا الاول، وده طبعا في اطار توجه الدوله للقضاء على العشوائيات، ان احنا نزيل هذه المنطقه تماما لانها فعلا منطقه خطره، بنبقى حاطين ايدينا على قلبنا اثناء السيول او الامطار، لانه فعلا اي يعني امطار زياده او هزه ارضيه او شيء ممكن تاثر على هذه البيوت وتوقعها. والحمد لله ان احنا انتهينا من هذه المنطقه، واحنا في اجراءات نقل الاسر دلوقتي الى العمارات الجديده باذن الله. صباح الخير دكتور طارق. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. غير منطقه كندليه، ايه المناطق اللي هيتم تطويرها في القريب العاجل، والخطه للمناطق التي تاتي بعدها تباعا؟ لا، هو بالفعل في سبع مناطق ثانيه جاري تطويرها وقاربت على الانتهاء. في خمس مناطق في طنطا ومنطقتين في المحله، سواء في حي اول او في حي ثاني، عندنا منطقه سيجر واحاسه والسلخانه والعجيزي وعلي اغا، دول في المحله خمس مناطق. عظيم. ومناطق اخرى في حي اول المحله زي الصوبه ومسجد المحجوب وسكه طنطا وعزبه خضر، كل دي اماكن مش هنزلها بقى زي موضوع الكندليه، لا ده تم ادخال المرافق فيها لانها فقط غير مخططه، انما البيوت بتاعتها حالتها طيبه جدا، انما ما كانش فيها لا صرف ولا ميه ولا كهرباء، فدخلها المرافق. دخلناها كل المرافق، تم يعني سفلتة كل الشوارع اللي فيها، وبعض عزيز. الشوارع الضيقه اللي حوالي عرضها يمكن من 3 الى 4 متر تم وضع انترلوك فيها، فبقى المظهر حضاري اكتر. المناطق دي برضو بنبقى خايفين قوي اثناء الامطار لانها بيبقى فيها كميات كبيره من الصابنه والنسفين، والناس ما بتعرفش تخرج من بيوتها، لما الحمد لله دلوقتي بعد عمليه ادخال المرافق ووضع الاسفلت ووضع الانترلوك اصبحت منطقه حضاريه، انشانا فيها سوق، الناس بقت منتظمه بدل الاسواق العشوائيه اللي بتبقى في اي مكان. في الحقيقه تغير كبير جدا، ويعني فعلا الدوله في هذه المرحله مهتمه جدا هذه الفئات اللي كانت فعلا عايشه حياه يعني غير ادميه. بنشكر سياده الرئيس طبعا على كل المجهود اللي بيعمله في هذا الملف، لانه فعلا كافه المحافظات بتشتغل في هذا الملف، واحنا كمحافظه الغربيه عايز اقول لحضرتك 411 مليون جنيه فقط على السبع مناطق اللي انا ذكرتهم لحضرتك اللي هم اوشكوا على الانتهاء وقريبا يتم افتتاحهم باذن الله. عظيم. طيب عفوا يا فندم، حضرتك كمان اعلنت عن خطه تنفيذ مواقف سيارات ذكيه بالمحافظه، يعني ايه مواقف سيارات ذكيه يا فندم؟ يعني نوضح للناس. في الحقيقه يا فندم احنا عندنا سواء في طنطا او في المحله او كافه المدن اللي موجوده في محافظه الغربيه، عندنا شوارع ضيقه وعندنا ندره في الاراضي اللي ممكن حضرتك تستخدمي فيها جراشات متعدده الطوابق. فالحل في كده ان احنا نعمل الجراشات الذكيه الحديثه اللي هي عباره عن تاور كبير عباره عن 7 متر عرض في 7 متر طول، يعني منطقه صغيره جدا، والتاور ده بيحمل العربيات وبتدي يتحرك العربيات الى اعلى راسي، تبقى العربيات مترتبه فوق بعضها، العربيه بكارت ذكي تقدري تطلبي العربيه بتاعتك، في كمان تقنيه بالفيس ريكوجنيشن من خلال معالم الوجه ممكن ان يحصل يعني ان انت تستدعي العربيه بتاعتك او تدخليها في الباركينج. في الحقيقه ده اختراع يعني زي الموبايل يا فندم، زي الهواتف الذكيه بالظبط يا فندم كده، وده ان شاء الله هيتعمل بدايه في مدينه طنطا ومدينه المحله، لانه فعلا بيعانوا من ازمات مروريه شديده،
الناس مش لاقيه اماكن تركن فيها، وبالتالي بيقفوا صف ثاني وصف ثالث، وده بيعطل طبعا الحركه المروريه. ففكرنا ان يكون في الباركنج يكون راسي، وبما اننا ما عندناش اراضي كبيره نعمل متعدده الطوابق، فلجانا لهذا الموضوع اللي هي التاورز والحاجه اسمها بازل، اللي هي العربيات بتتحرك مع بعضها كده في يعني شكل ميكانيكي او بشكل ساقيه كده زي الساقيه اللي موجوده في الملاهي او حاجه شبه كده يعني. عظيم جدا. طيب دكتور طارق، على الجانب الاخر كان في شغل في الطريق الزراعي بمحاذاة محافظة الغربية وجانب مدينة طنطا، اخبار الشغل هناك ايه؟ الشغل مستمر، ومش بس الطريق الزراعي، لا ده احنا عندنا كمان طريق طنطا زفتة الجديد، وده برضو اوشك على الانتهاء، في ثلاث اعمال صناعية، في كبارك جديدة قربت تخلص، ومجرد ما الكباري دي بتتشبك ببعضها هيكون الطريق ده ياخد بالظبط 10 دقائق من طنطا لطنطا، و10 دقائق ثانيين من طنطا لزفته، وهيفتح محور جديد جدا ينقلك بعد كده الى محافظه الدقهليه، هي المحافظات التاليه لمحافظه الغربيه. الطريق الزراعي عندنا جزء كبير جدا منه اتعدل، وعايز اقول لحضرتك المكان اللي كان فيه مشكله عند مدخل طنطا اللي هي مزبوط. الكمين بتاع مدخل طنطا الجنوبي كان زحمه دايما والناس بتقف فيه بتاع ربع ساعه تلت ساعه، ده اكتر يا فندم كانوا بيقفوا يمكن بالساعات، انما الحمد لله دلوقتي الدنيا بقت احسن كتير لانه عظيم جدا. طب والله ده شيء لطيف يا فندم ان حضرتك حتى بتصحح المعلومه، يعني انا بقول ربع ساعه تلت ساعه بتقول لي بيقفوا بالساعات واحنا حليناه، فده يعني ده شيء عظيم جدا. الحمد لله. في طريق كمان ان شاء الله ابتدينا في اجزاء منه اللي هو طريق طنطا المحله ثمنود، ده حالته يعني سيئه جدا، بس هو داخل في التطوير من طنطا لدمياط، طريق طويل جدا، فحضرتك عارف طبعا المحله والضغط البضائع اللي بتروح لها واللي بترجع منها، فمحتاج طريق يكون فعلا ممتاز. ابتدينا في اول جزء من ناحيه طنطا ومستمرين ان شاء الله لغايه لما نوصل المحله ومنها الى ثمنود، خاصة طبعا حضرتك عارف ان ثمنود عندنا فيها حاجتين مهمين جدا، مسار العائلة المقدسة وده انتهينا منه الحمد لله كأول محافظة سلمت هذا المسار، والجامعة التكنولوجية الجديدة اللي لازم يكون ليها طريق فعلا سهل يساعد الطلبة ويساعد أعضاء التأسيس اللي هيروح هذه الجامعة اللي إن شاء الله قدامها يمكن أقل من 8 شهور وتفتتح، يبقى في طريق مناسب يستطيع الطلاب وهيئة التأسيس يوصلوا إليها بسهولة بإذن الله. دكتور طارق، أخيرا يعني نحب نعرف من حضرتك مدى ترابط هذه الخطة، خطة تطوير العشوائيات بطنطا بشكل عام، وبينها وبين مبادرة حياة كريمة. طبعا حياة كريمة عندنا موجودة في مركز واحد فقط، ومركز زفتة بحوالي 54 قرية و88 تابع، الحمد لله قطعنا فيه شوط كبير جدا. من خلال حياة كريمة حضرتك بتقضي على كافة الأماكن العشوائية اللي موجودة، كل الاماكن اللي هي مبنيه بالطوب اللبن او من غير اسقف دي كلها بتزال، وبتبني مكانها حاجه اسمها سكن كريم، نموذج كابتن الرئيس وافق عليه بنطبقه في هذه الاماكن، فمش هيبقى في اي مكان بيدخله حياه كريمه اي عشوائيات موجوده. ليه؟ لانه هيبقى في كل المرافق موجوده، البيوت القديمه هتزال هيتركب مكانها او هيتكون مكانها بيوت حديثه على نمط جديد حضاري يستطيع الناس فعلا انهم يعيشوا فيه في حياه كريمه. خليني اقول لحضرتك ان كل القرى دلوقتي تقريبا اصبح داخلها ميه، كهرباء، صرف صحي، مرفقه بالكامل، وانترنت كمان. يعني بقول لحضرتك ان الناس دلوقتي بقوا بدل ما كانوا بيطالبونا زمان بادخال الصرف الصحي يقولنا لا ده احنا لسه الانترنت ما دخلش عندنا، فاصبح دلوقتي كمان السقف الطموحات وصل الى انه كافه المرافق لازم تكون موجوده زي ما سياده الرئيس قال، هندخل في قريه مش هنخرج منها وفيها حاجه ناقصه، وده اللي احنا بنشتغل عليه الحمد لله، وباذن الله سيادته هيلاقي كل اللي فكر فيه موجود باذن الله في محافظه الغربيه ان شاء الله. طيب دكتور طارق، واحنا مع حضرتك دلوقتي على التليفون في حد من الساده المشاهدين بعت وسال سؤال، فلو تسمح لنا معلش هنطول مع حضرتك ونسالك السؤال ده. اتسال على طريق المحله محله زيات، وقال ان في عطله في الشغل وانه بيتعطل في الطريق، ايه موضوع طريق محله زيات؟ محله زيات متاخر فعلا يا فندم، لان الشركه المنفذه كانت متقاعسه شويه، انما احنا حركناه من حوالي اسبوعين، وان شاء الله هيكون في تقدم كبير جدا المواطنين هيحسوا بيه، انما هي المشكله ان الشركه كانت متعثره واحنا بنسحب منها الاعمال علشان خاطر ندي لشركه ثانيه تستطيع ان هي تشتغل فيه. يعني الشركه اللي شغاله كانت متأخرة في شغلها، فتم التعامل معها وسحب الأعمال منها وإسنادها إلى شركة أخرى لإنجاز الأمر أو الطريق في الوقت المتفق عليه أو المعلن إن شاء الله. وده يا فندم مش بنعمله بس في هذا الطريق، إنما في كافة الطرق اللي بيكون فيه تقاعد، مش بس الطرق تقاعد فيه
بناء مدارس، في مثلا في محطه صرف. احنا متابعين كل المشروعات اللي موجوده في محافظه الغربيه، سواء كانت بتنتمي لحياه كريمه او مشروعات الخطط الاستثماريه للمديريات المختلفه. اي تقاعس او اي تاخر عن معدل التنفيذ وتاريخ النهو بتاع المشروعات بيتم اتخاذ الاجراءات القانونيه اللازمه، انذار اول وثاني وثالث، ثم سحب الاعمال، وبنبتدي نكلف شركات ثانيه على حساب الشركه اللي هي كانت متقاعسه او كانت متعثره. عظيم جدا جدا. دكتور طارق رحمي محافظ الغربيه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى سعه صدرك.